غنمشيو مرة أخرى للكوت ديفوار وغنشوفوا ماذا قال الصحفيون المغاربة حول هذه المواجهات ثم نعود. ما يصعب مهمة المنتخب المغربي هو المسار ديال المونديال، يعني باش تكون رابع كأس العالم فأكيد أن أي منتخب غادي يحط كل ما عنده باش أنه يتفوق عليك، غير يعني اللي كيبات على الاطمئنان بالنسبة لنا حنا كمغاربة هو الثقة اللي كنحسوها من طرف الناخب الوطني بالعناصر اللي عنده يعني بالإمكانيات ديال الفريق الوطني وأيضا الاحترام ديال الخصم. الجميع تيتكلم على درجة الحرارة وتوقيت المباراة اللي تيقول أنه يمكن زمن عائق أمام المنتخب الوطني، ولكن وليد الركراكي بكثير من العقلانية والرزانة قال بأن لا أعذار للمنتخب الوطني تعلل بالمناخ في ظل جودة الملاعب، والأكيد أن حلول النخبة الوطنية مبكرا بأرض الكان كان من أجل هذا الغرض والاستئناس بالجو. لا تحسم تفاصيل اللي هي صغيرة، كنعرفوا مدرب ديال دوسابر اللي عنده تجربة ولا عنده فكرة سابقة على المنتخب المغربي، بعض اللاعبين المغاربة اللي عندهم يعني عنده عليهم أفكار مسبقة بحكم مجارات ديالو ديال بعض الانديه من فريق الوداد الرياضي، يعني واخذ فكره بصفه عامه على البطوله المغربيه. المنتخب الكونغولي كيبقى من لي ناسيون لي كبار ديال الفوتبول اللي كيتنفسوا شي حاجه سميتها الفوتبول، فماشي ما خصناش نستصغروا كما قال وليد الركراكي. اما لي شيما تكتيك كتبقى لوليد الركراكي، ودائما كنتكلموا كنقولوا على انه الامور كتبان في المستطيل الاخضر. اولا منتخب الكونغو الديمقراطيه عرف متغيرات عديده منذ مقابله السد المؤهلة لكأس العالم 2022. المنتخب الكونغو الديمقراطية قام بعملية تشبيب لمنتخبه، جيل جديد من اللاعبين، عقلية جديدة ومشروع جديد لدولة الكونغو الديمقراطية بخصوص يعني تطوير كرة القدم.